صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 82 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة التنمية المستدامة وذلك بناء على عرض وزير التنمية المستدامة جاء فيه يعين السيد حسين علي محمد جناحي مدير لإدارة التنسيق والمتابعة في وزارة التنمية المستدامة